جنن حب حسين لا تلوم لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني جنني حب حسين لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني لا تلوموني جنني
صار لي بس
شوية صوت. ما بتصار اليوم ما صار لي بس والقلب صاحب عشق وناص صوته شوية أقوى والقلب صاحب عشق وناص صوته وينفتح باب القلب بالدفع له بالسحب وقالوا لطفلة بعد كافي عشق كافي حب قلت أنا عمر انقضى بحيدر وظل بس حي وقلت أنا عمر انقضى بحيدر وظل بس حي ولو غير وحيدر يعني أنا حبه حيدر حيدر يعنى نحب علي ما شاء الله خادم المنصة باوزة باوزة صلوا على حسين صلوا على حسين صلوا 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 على حسين صلوا صلوا
يقيني مثل من آمن بالله الأحد.
جدك وأنت معراجك توجته بالنفوس اللي تحبه كل نفس عرش وأمارة ومملكة وسلطان عندك كل ذوي التيجان عالم وانت عالم يا حسين وانت عالم ثاني وحدك انت هالة ونور قدسي وما قدر موضع يحدك يحدك كرهل لفظ المجازي خالقك سماها لحدك جاءك الكون حسيرا ويقول أنا عبد طائع من يشتريني أنا آمنت بك يا حسين فصرت ديني صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ويكشف عن الغطاء ما ازداد يقيني روحي روحي طاووس بجنحها صعدت الآفاق نجمك صعدت الآفاق نجمك ويا ذرات الخليقة تود بيعتها وتكلمك ويا ذرات الخليقة تود بيعتها وتكلمت آمنت بيك ورسولك من حرك والكعبة جسمك رسولك من حرك والكعبة جسمك ذكرك القرآن عندي وانا كل لحظة أختمك ذكرك القرآن عندي وانا كل لحظة أختمك أنا بالمصحف أرتل من يردد صوتي اسمك هكذا يا ابن الرسول بك آمنت فصار الحب ديني لو كشف عن الغطاء ما ازداد يقيني صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صعدت الآفاق نجمك ويا ذرات الخليقة تود بيعتها وتكرمك لا 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 وا لا وا لا معلم على حسين رسولك من حرك والكعبة جسمك ذكرك القرآن القرآن عندي وانا كل لحظة أختمك والله ختمك انا بالمصحف أرتل من يردد صوت بيك آمنت فصار الحب ديني أنا لو يكشف عن عين الغطاء يا حسين لم يزداد يقيني صلوات
عالم انت عالم انت عالم لا نوحده انت عالم ونور قدسي وما قدر موضع يحدك كربلة لفظ المجازي خالقك اختارها أهمية لحدك جاءك الكون يا حسين حسيرا أنا عبد خادم طائع من يشتري ثم قلت بك آمنت فصرت ديني أنا أنا لو يكشف عيني الغطاء مزدر إن يعذلونني يا حسين في حبك تعنفا أنا عاشق أنا عاشق أنا عاشق إيش ما يصير يعني يقول لو كشف عن الغطاء شنو أزدت يقينا لكن الحسين صلوات الله وسلامه عليه اعتقد اليقين مقطوع به ما يحتاج حتى ذا ينكشف الغطاء. اي بشرى اي بشرى راح يزفها جبريل. تعال شوف النبي شلون اليوم من يعلى قاعد مولد ابا عبد الله. اي بشرى يزفها تتهادى شوف هذا البيت قاتلها تتهادى الأملاك فيها التهاني فصعود لهم بها ونزول صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. غمر الأرض والسماوات نورا فسواها الله غدوها وتغنت عنادل الشعر تشجو والغناء والترحيب والتهليل صلوات اللهم صل على محمد. فضل الله فيه شعبان قدرا وجدير في شأنه التفضيل صاحب القبة التي بفنائها يستجاب الدعاء ويشفى العليل وبيوت الإسلام لولا حسين ما ذكر فيها لا التكبير ولا التهليل صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. راحت من عندي ورقه من القهوه حسين عدي اخوتي الاحباء
يقال برواية ما مضمونها طبعا الرواية مضمونها يقول أن للإنسان عهدا وذلك العهد يجب أن يتوجه إلى أبي عبد الله المسلم. وأفضل مواطن الدعاء في العهد أنشودة حلول التشيع، نشيدنا المفضل الدائم في المستمع مع الحسين التولي والتبري وذكر اسم الحسين، ومن بعد ذلك إن شاء الله نقرأ دعاء الفرج. الآن الشيعة الغيارة الموالين للحسين المواليات للحسين الشباب الكل في داخل هذا المسجد كل القاعات، راح نبدأ بنشيد الخلود اللي نوجهه لأبا عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومن بعده إن شاء الله دعاء الفرج، وإن شاء الله موعدنا غدا أيضا في ولادة العباس هنا من ضمن الهوسات الفرج. ولي لمن والاكم عدو لمن عاداكم ولي لمن والاكم عدو لمن عاداكم حسين 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 ولي لمن والاكم عدو لمن عاداكم حسين 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 وقوف الدعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى برحمتك يا أرحم الراحمين ارجع ولي لمن يا صاحب الأمر عدو لمن آخر صرخة حسين 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 اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بحق أبي عبد الله الحسين بغربة أبي عبد الله الحسين أن تفرج عنا وعن إمام زماننا يا الله اللهم اغفر لنا واجعلنا من خدمة أبي عبد الله اللهم نسألك شفاعة الحسين يوم الورود اللهم احفظ جلاس هذا المجلس فردا فردا نساء ورجالا وأطفالا